نخرج بكثافة في أيام 10 و11 و12 انتخاب السيد الرئيس. أهيد بكم بتشجيع أسركم وأصدقائكم وكل من له صلة بكم الخروج والحشد في الانتخابات الرئاسية القادمة ودعم المرشح الرئاسي فقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك استكمال ما تم بدأه من جميع المشروعات التنموية العملاقة والحفاظ على مقدرات الشعب المصري. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. باسمي وباسم كل امرأة مصرية مؤيد ترشيح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. ومن هنا ومن قلب سعيدة مصر ومن محافظة سوهاج نرسل برقية تأييد ودعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعد سيادته برد الجميل في أيام الانتخابات من الحشد الكبير أمام اللجان الانتخابية. وسوف تتصدر المرأة المشهد في اللجان الانتخابية كما اعتادت. الهدف من هذا المؤتمر هو التوعية للمشاركة الإيجابية وعدم التحوطة والانزواء والسلبية. قال تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ستقام الانتخابات الرئاسية لعام 24 والتي تقرر إجراءها يوم 10 و11 و12 في شهر ديسمبر، ونحن لا يفوتنا أن نتقدم بكل الشكر لسيادة الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي على ما قدمه لنا في السنوات الماضية. فهو حقا رجل البناء، رجل التعمير، الرجل المناسب في ظروف استثنائية يمر بها الوطن والعالم.